السلام عليكم اصدقائي ومرحبا بكم في حلقه جديده. كي دايرين مع رمضان ومع الحجر الصحي؟ مبروك عواشركم. بزاف ديال الوقت داز ما بينش في الشاشه، ما هضرش هكا قدام الكاميرا بسبب الحادث السير اللي وقع ليا. الناس اللي قدام معايا في لاشين راه عارفين القصه، والناس اللي جاد انتم عرفتوا القصه. المهم اليوم كما طلبتوا مني بغيتوا اثمنه ديال الحواسيب اللي مستعمله في المغرب. اليوم حاول نجمع لكم بعض الاثمنه ديال الحواسيب المستعمله. غير خاصكم تعرفوا واحد القضيه باللي راه الاثمنه كتختلف، يعني على حسب اللابتوب اشنو كاين وسطو، اش الماتيريال كاين وسطو. كاينين الكارد جرافيك مختلفين، ديسك دير مختلفين، الرام مختلفه. يعني ممكن تلقى حتى نفس اللابتوب نفس السيري، ولكن داك اللي بغى يبيعو لك هو دار فيه حوايج اخرين. دابا البيع والشراء كيجيبو لي لابتوب وتيعاودو هما تيعاودو مضيفيهم، كيزيدو فيهم بياس اخرين، مثلا يبدلوا ليه ديسك دير العادي يديروا فيه اي سي اس دي، ولا يزيدوا ليه كارت جرافيك اخرى، ولا المهم بحال هكذا يزيدوا ليه الرام. داكشي علاش كيكون واحد غالي واحد ناقص شويه واحد كذا، واخا هو نفس الحاسوب. المهم بلا ما نطول عليكم ندوزو دابا نشوفوا الاثمنه اللي وجدت لكم، يعني اثمنه تقريبيه راه ماشي اثمنه بالضبط، اثمنه كما قلت لكم دابا تقدروا تلقاها زايده ناقصه شويه وداكشي عادي. عندنا مثلا ديال لاتوتيد اي 5570 ايكرو 15.6 انش فول اتش دي، بروسيسور انتل كور اي 5 6300 يو الجيل السادس، و8 جيجا في الرام دي دي ار 4، وديسك دور من نوع اي سي اس دي 256 جيجا، وكارد جرافيك انتل اتش دي 520. الثمن ديالو اللي كيدير حاليا في السوق، يعني حاجه اللي الباتري مازال مزيان شويه ديك 80% 70% هكا، الثمن ديالو كيدير من 3800 درهم حتى 4200 درهم بهذه المواصفات هذه. عندنا بي سي اخر مثلا ديال اسبارون 5570 اكرام فيها 16.9 انش فول اتش دي، بروسيسور كور اي 5 نيت 8250 يو والجيل الثامن، وفيه 8 جيجا في الرام دي دي ار 4، وفيه ديسك دير 256 حتى هو اي سي اس دي، وكارت جرافيك يو اتش دي انتل 620، والثمن ديالو داير 5000 درهم حتى 6000 درهم. عندنا ثاني ديال لاتوتيد اي 7450 اكرون 14 بوس، يعني صغير مقارنه مع هادو اللي سبقوا، البروسيسور انتل كور اي 5 5300 يو، 8 جيجا في الرام من نوع دي دي ار 3 ال، 256 في الديسك دير من نوع اي سي اس دي، كارد جرافيك اتش دي انتل 5500، الثمن ديالو 3300 درهم. عندنا اخر اللي هو لينوفو تينك باد ال 390 باكرون 13.3 انش فول اتش دي، معالج كور اي 5 8265 يو، 8 جيجا رام دي دي ار 4، 256 جيجا ميموار من نوع اي سي اس دي، والثمن ديالو 4300 درهم حتى 5000 درهم. ندوزو لونوفو اخر، هو لونوفو تانك باد ال 480 باكرون 14 انش، بروسيسور كور اي 5 8250 يو، 8 جيجا في الرام دي دي ار 4، 256 جيجا في الميموار اس اس دي، وكارت جرافيك انتل يو اتش دي 620، والثمن ديالو من 4800 درهم حتى 5000 درهم. عندنا ثاني لونوفو تانك باد اي 570 باكرون 15.6 انش فول اتش دي، وبروسيسور كور اي 5 7200 يو، 8 جيجا رام دي دي ار 4، 256 جيجا ميموار اس اس دي، وانتل كارت جرافيك 620، الثمن ديالو 3800 درهم 4200 درهم. وديما تيبقى الاختلاف في الاثمنه من بلاصه لبلاصه ومن بائع لبائع. عندنا ثاني بي سي اخر ايسير اسباير اي 15 بروسيسور كور اي 5 7200 يو الجيل السابع، 8 جيجا رام دي دي ار 4، جوج لي ديسك دير اي سي اس دي 128 اتش دي دي 1 تيرا بايت، وجوج كارت جرافيك انتل اتش دي 620 ونفيديا جي فورس 940 ام اكس، الثمن ديالو 5500 درهم حتى 5700 درهم على حساب. عندنا بي سي اخر هو الاش بي ليت بوك 840 جي 2 بشاشه 14 انش وبمعالج كور اي 5 5300 يو الجيل الخامس، فيه 4 جيجا في الرام من نوع دي دي ار 3، وفيه 320 في الديسك دور النوع العادي اتش دي دي، كارت جرافيك انتل 5500، الثمن ديالو 3300 درهم. المهم كيلعب ما بين 3000 حتى 3500 درهم، وممكن تلقاه بقل شويه على حسب الحاله ديالو. وعندنا بي سي اخر من اش بي للناس اللي كيبغيو بي سيات تاكتيل، هو الاش بي بافيليون اكس 360 معالج انتل كور اي 3 7100 يو 2.4 جيجا هرتز، 4 جيجا في الرام دي دي ار 4، 500 جيجا في الديسك دير من نوع اتش دي دي النوع العادي، انتل كارد جرافيك 620،
اكران 14 البوس تاكتيل كما قلنا في الاول، والثمن ديالو 3500 درهم. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو اصدقائي، نتمنى انكم تستافدوا منه. متابعي الحال راه كاينين بزاف البيسيات اللي قل من 3000 درهم، حتى كاينين بيسيات حتى 800 درهم 700 درهم، ولكن راه ما غيقضي لك حتى شي حاجه. المهم انا حاولت نجيب لكم المتوسط اللي هو 4000 درهم 5000 درهم، وهادو هما البيسيات المتوسطين اللي تقدروا انكم ديروا بهم مونتاج، تقدروا انكم تخدموا فيهم برامج اللي غادي تحتاجوها. اما الا بغيتوا غير البيسي ديال انكم تفرجوا فيه، انا بصراحه كنفضل غير التليفون، الله يجعل البركه. شكرا على المشاهده اصدقائي، نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم.